الطلبة بقت تسأل يا جماعة عن المعادلة. طيب عايزين نعرف ايه هي المعادلة دي، ايه المعادلة اللي الطلبة بتسأل عنها؟ طيب واعمل ايه من سنة اولى علشان استعد للمعادلة؟ اولا علشان تقدم للمعادلة سواء الأمريكية أو البريطانية أو الكندية، على فكرة كل واحد، ولكن في شروط بسيطة يعني في الآخر بتختلف، لكن البروسيس واحدة عشان تبقى عارفين. طيب أنا دلوقتي طالب في سنة أولى يا دكتورة، أعمل إيه؟ خلاص أنا همشي الاتجاه ده إن شاء الله، أنا شايف نفسي إني دكتور في بلد جميلة من البلاد دي، وأنصح يعني أنصح الأطباء البيطريين بالذات إن هم يسافروا أوروبا أو أمريكا أو كندا أو أستراليا. ليه؟ لأن أنت هتكون رقم واحد، مستوى تاني خالص واهتمام تاني خالص ونظرة مجتمع مختلفة تماما، والسالري اللي هو يهمنا كلنا في الأول والآخر مختلف تماما. أول شيء يعني أنا هقول لك ده كلام مختلف عن اللي بيتقال لك في هتسمع منصات كتير، في منصات فاتحة ما بتتكلمش إلا على موضوع البورد الأمريكي أو الكندي أو الأسترالي. يعني من أجملهم منصة دكتور محمد الشافعي، قناة أفيك، وعندنا كمان قناة ار فيتن أرابيك، بيقدموا لكم كمان المنهج، محاضرات عن أهم الحاجات اللي هتجيلك في الامتحان سواء النظري أو العملي. طيب أنت دلوقتي إيه المطلوب منك؟ أنا عايزاك كطالب في الفرقة الأولى، أول شيء هتعمله إن أنت تتعرف على ثقافات الشعوب دي. دلوقتي أظن يعني يعني واحد في أولى ابتدائي ولا تانية ابتدائي بدأ يعرف كويس، يعمل سيرش عن أي موضوع، يعني النت ما سابش أي موضوع إلا ما اتكلم عليه باستفاضة. يبقى أنت هتخش تعمل أول شيء سيرش عن البلاد اللي أنت حابب تروحها. ايه البلد؟ طبعا في اختلافات سواء في العادات، في التقاليد، في الثقافة، في الاقتصاد، في الاهتمام بالطب البيطري. طبعا كل دي بلاد يعني بتحترم الطب البيطري من الناحية دي جدا. في اختلاف من ناحية الانفتاحية. انا عايزاك تشوف ايه البلد اولا اللي هتختار تعمل فيها المعادلة عشان تمشي على خطى ثابتة من دلوقتي. طيب أنا سي أنا اخترت معادلة الكندية، واحدة يوم كله فيش بينه فرق، بس أنا شايف إن كندا بتهتم أكتر من أمريكا بنسبة البارك كتير والمتنزهات أكتر، وعايز بقى رفاهية أكتر بقى. تمام. وكندا برضو في حاجة للأطباء البيطريين أكتر وأكتر. عايزاك تخش بقى في النقط دي، أنت حابب تكون في أنهي مجتمع؟ وبعدين أنت قدام مش هتكون لوحدك، لا أنت قدام هتكون أنت زوجتك أولادك. طبعا اللي بيمشي الاتجاه ده فهو ناوي على هجرة أكيد، يعني مش هتعمل المعادلة الأمريكية أو الكندية أو الأسترالية تقول عشان أسافر هناك سنتين تلاتة كون نفسي وأرجع، لا. اللي بيمشي عشان تبقى عارف الاتجاه ده يبقى انت ناوي على هجرة، واللي بيسافر عموما يعني
دي قارات أبعد مننا، ف يعني مش زي أوروبا عموما بتبقى مثلا تقدر تنزل كل سنة. يعني أمريكا لوحدها طيران 16 ساعة يعني، ده علشان تيجي بس أجازة تقعد يومين على ما توصل بيتكم. فالناس بتنزل أجازة بقى بتضطر تنزل كل 3 سنين، كل 4 سنين، كل 5 سنين، فأنت رايح هجرة. طيب الناس هتقولي السؤال الأكثر تداولا، وهو خلونا نبص، دكتور فيترناريان بيفضل الفيديو عن اللايف لأنه بيهنج لما بيفتح. فكرة برضو يا دكتور، ممكن برضو بعد كده. طبعا الفيديو بيبقى بس فيه مشكلة في تحميله بقى، ويقعد يحمل طول النهار والحاجات دي بقى لكن برضو فيديو، احنا بنعمل فيديوهات عموما على العموم. انا عاملة برضو فيديو عن المعادلة، سواء في ناس بتحب تسمع البثات وفي ناس بتسمع الفيديوهات، عاملة فيديو يعني ما تقلقش. هو فعلا النت بيبقى فيه مشكلة وبيفصل ولو النور قطع وموضوع يعني. يعني أنا بفضل الفترة دي بسات، لأن دلوقتي إحنا على وشك استقبال فرقة جديدة وأسئلتهم كتير، وعايزين ندعمهم كويس جدا عشان يدخلوا عارفين هما معنوياتهم تكون مرتفعة جدا جدا، وراسمين خطة لمستقبلهم مش أكتر يعني. المهم نرجع لموضوعنا، يعني ايه اصلا البورد الامريكي او المعادلة الامريكية او البريطانية، ايه الفايدة منها؟ الفايدة منها ان انت بتحصل على ترخيص مزاولة المهنة في البلد دي، انت شهادتك معتمدة لكن ما تقدرش تشتغل بيها بره كطبيب بيطري. بمجرد ان انت بتجتاز الامتحانات، هي مجموعة من الاختبارات. هو يعني ايه بورد اصلا؟ يعني ابسط لكم الموضوع اكتر واكتر. بورد لو ترجمناها يعني مجلس، هو مجلس بيعقد لك مجموعة من الاختبارات، حطها نخبة من الخبراء البيطريين، شوية امتحانات نظري وعملي، تمتحن اختبارات MCQ، اختبار حالات نظري، اختبار كيسس عملي، اشتغل بإيدك، هتخدر، هتعمل اوبريشن بنفسك، علشان يبقوا مطمئنين تماما انك لما تشتغل دكتور بيطري في بلدهم تبقى انت يعني اهل للوظيفة دي. دكتور فيترينيريان بيقول مهتمين بكلام حضرتك، نورت يا دكتور. طيب دلوقتي يا دكتور عندي شوية استفسارات كتير جات لي علشان المعادلة أو البورد الأمريكي. دلوقتي أنا ناس كتير هيقولوا لك لا لا سيبك من الموضوع ده، الموضوع هيكلف فلوس كتير جدا جدا جدا. هقول لك يعني دي أرخص حاجة هتعملها في حياتك كطبيب بيطري. يعني لو جينا نبص، يعني اللي بيجي يشتري عربية يجي يقول لك أنا عايز حاجة كده أدفع فلوسي فيها ألاقي قيمة قدام سعر، أنا هدفع فلوس فعايز حاجة بقى فخمة، حاجة جامدة، حاجة موتور، مش عارف ما فهمش في العربيات عموما يعني، بس أنا بقول لك يعني.
اللي بيجي يشتري حاجة، أي حاجة، لك عايز قيمة قدام سعر. لو اشتري حتى تيشيرت، عايز قيمة قدام سعر، عايز تيشيرت كده يبقى قماشة تفصيلة حاجة شياكة براند. خليني أقول لك السعر مجملا كمان شوية. أنا هبتدي معاك، مش عايزة أقفلك من الموضوع، لأن الموضوع أحلى حاجة بالنسبة لك ممكن تعملها في حياتك كطبيب بيطري، أحلى حاجة وأجمل حاجة ومفيش نقاش. ما تقوليش بقى أصل أنا هعمل مصنع علف، أصل أنا هعمل شركة دواجن، أصل أنا هعمل شركة أدوية، أصل أنا هعمل، لأ، أصل أنا هسافر الخليج، لأ. المعادلة هي أجمل شيء كطبيب بيطري ممكن تعمله في حياتك. هتقولي أكيد، أقولك أكيد 1000000%، واسأل أي حد مختص. المعادلة أجمل شيء هتعمله في حياتك، وأكتر شيء مش هتعمله في حياتك ممكن تندم عليه حرفيا. ليه يعني يا دكتور؟ ليه؟ لأن اللي أنت هتدفعه ده هتجني أضعاف أضعاف أضعافه كل سنة، وفعلا هتتحط في المكان اللي يناسبك. طب تعالوا بقى نشوف كده التكلفة. التكلفة خلينا نقول كده، التسجيل هيتاخد منك 1400 دولار. 1400 دولار كده أولها دكتورة. طيب تعالوا نحسبها كده، يعني لو قلنا الدولار على 50، يعني انت هتخش لك في حوالي 70000 جنيه تسجيل. تمام. طيب احنا دلوقتي عندنا مش بدفع الفلوس مرة واحدة، انا عندي امتحان البيزك ده بيكون نظري، بمجرد ان انا بسجل، وعلشان اسجل لازم اكون اتخرجت. ناس هيقولولي ينفع في سنة خمسة؟ أقول لك آه ينفع في سنة خمسة. طيب شهادة التخرج هأستبدلها بإيه؟ بستبدلها بخطاب من العميد مختوم بختم الكلية يثبت إن أنا في سنة خمسة. طيب تمام، ولكن عمليا ملهوش لازمة التسجيل وانت في سنة خمسة. ليه؟ لأنت دلوقتي يعني يقول لك صاحب بالين كذاب وساحب وصاحب 3 منافق. انت دلوقتي في سنة خمسة، انت لسه في ستريس، وسنة خمسة سنة مش سهلة، سنة صعبة ومهمة جدا. افضل ان انت تخلص خمسة وتخلص التريننج بتاعك وتاخد البكالوريوس وتقدم، وفورا تقدم. ليه؟ اولا امتحان البيزك ده بيكون معظمه اسئلة نظري، يعني تكون المعلومات لسه عندك فريش. البيزك بتسجله ب 500 جنيه. عندك امتحان النافلي هيخش له برضه في 1400 جنيه، 1400 دولار. انا مش عارفه اتكلمت بالجنيه ليه، احنا نقولها من اول بقى. تسجيل ب 1400 دولار، امتحان البيزك هتدفع 500 دولار، امتحان النافلي هتدفع 1400 دولار. عموما هم كلهم مش بيجوا مرة واحدة. التكلفة عموما كلها هتلاقي نفسك المعادلة كلفتك 10000 دولار، بس مش كلهم، أنا بطمنك عشان ما تتقفلش، مش كلهم هتدفعهم مرة واحدة، ومش كلهم هتدفعهم وانت في مصر. انت وانس أخدت، حصلت على، نجحت في امتحان النافلة، بتقدر تسافر، وممكن تسافر كمان قبل امتحان النافلي، لكن ما انصحكش تسافر قبل امتحان النافلي. ليه؟ لأن أولا محتاج مذاكرة. بمجرد إن أنت هتوصل أمريكا أو كندا أو أستراليا، أولا دي بلد جديدة، أنت محتاج تشتغل طبعا، تدعم نفسك، تدعم أسرتك، انت اكيد انسان مسؤول. فمبدئيا كده اول سنة بتبقى مش قادر تخوض اي امتحانات،
في لخبطة عموما في أي سفر في الأول، فعلى ما ترجع كده تهدى وتنظم نفسك وسكنك وحياتك وشغلك وترجع تاني تذاكر. فاللي انت محتاجه في مصر عموما يعني قول 2000 $3000 هما هتجتاز بيهم الامتحانات اللي مطلوبة منك في مصر. دكتور أبانوب بيقول بتاخد وقت قد إيه عشان أحصل على المعادلة؟ هل تنصحي بيها حديث التخرج ولا أشتغل الأول في مصر بعد كده أروح أشتغل بالمعادلة؟ عايزاك بقى تفهم يا دكتور الموضوع. المعادلة عموما عشان تحصل عليها، والله أنت وشطارتك عايز تخلصها في 3 سنين 4 سنين، ولكن قانونيا أنت من شروطها ان انت لازم تخلصها فينش للموضوع كله في خلال وقت لا يعني ما يزيدش عن 7 سنوات. بس انا ما سمعتش عن اي حد بدأ فيها وتراجع. اي حد بدأ فيها حتى لو بيفشل في الاختبار بيحجز تاني، يعني اختبار البيزك انت ما جبتش فيه، على فكرة النجاح من 5.5 أو 6 بتعدي، ما نجحتش بتحجز تاني بعد 3 شهور. وفي ناس مش عايزة أقول أسماء، ولكن في ناس دخلت الاختبار أكتر من 5 مرات. يعني اللي بيبتدي ما بيتراجعش خلاص، لأنه عارف خلاص اختار طريقه وعارف إن هو ده الطريق الصح. مش عارفة انت كنت بتسأل في الجزئية التانية. طبعا انصح بيها حديث التخرج جدا جدا جدا. بالنسبة لك في سنة اولى يا دكتور ايه المطلوب منك؟ اولا امتحان زي امتحان البيزك، عبارة عن امتحان نظري زي اي امتحان انت بتمتحن، عبارة عن 225 سؤال سي كيو. ال 225 سؤال دول هيتناولوا جميع النقاط النظرية اللي انت قابلتها. طبعا في ترشيح لمراجع معينة وكتب معينة كل دولة بترشحها لك، ولكن انت كطالب انا انصحك كل مادة انت بتدرسها اوعى تفرط في الداتا بتاعتها. دي بقى نصايح للفرقة الاولى، يعني محدش هيقولك النصايح دي غيري. احنا ما احناش في الثانوي علشان اول ما نخلص نقف في البلكونة ونستنى عمو بتاع الربابيكيا، خد يا عمو الشوالة اهوت في الكتب بتاعتنا بقى، ونبقى فرحانين بقى خلصنا من ايه، نظفنا الأوضة ونظفنا المكتب. لا، المفروض يبقى ليك مكتبك، مكتبتك تحتفظ بيها بكل ورقة، لان حرفيا هتروح تدور عليها كل كلمة انت بتدرسها في طب بيطري. وهنا يرجع الناس اللي تقولك احضر ولا ما احضرش، انت بتحضر عشان نفسك، انت مش عايز تتخرج وبس. انت الدكتور ده داخلك وداخلك دلوقتي ببلاش، فانت هتقدر المعلومة اللي هو بيقولها لك دي. بعد كده كل معلومة في الطب البيطري انت بتاخدها، فانت محتاجها بعد كده طول عمرك. الامتحان عموما يعني البيزك لو اتكلمنا عنه 225 سؤال نظري، بيشمل كل الحاجة انت درستها في ال 5 سنين نظريا، كل حاجة. المعظم غالبا بيبقى نص الامتحان عن الكناين والفيلاين، الكلاب والقطط، السمول انيمال عموما. حتى امتحان النافلي معظم الامتحان بيكون كلام عن الكناين والفلاين. النافلي بيختلف ان عندك 360 كيس حالة، هو بيوصف لك الحالة وانت بتدي الدياجنوزيس، ومعظم بيجيب لك الحالات الشهيرة جدا جدا، مش هيجيب لك حالات انت اول مرة تسمع عنها او محتاجة دكتور اشتغل في الفيلد 20 سنة علشان تكون الحالة دي عدت عليه. لا،
دكتور فيترينيريان بيقول: هل عدد المحاولات في كل امتحان؟ عدد المحاولات غالبا بتكون 5 محاولات بين كل محاولة، خلينا في البيزك، كل 3 شهور، 3 شهور وتخش تاني الامتحان. ما حدش قال ان هو دفع تاني الفلوس، ولكن بيدولك فرصة تانية ان انت تخش الامتحان. نرجع لموضوعنا، ان احنا كنا بنقول اهمية ان انت تحتفظ بالداتا بتاعتك كل سنة. انت هتحتاج كل الداتا دي حرفيا في كل امتحان. هناك لما بتوصل، لما بتسافر طبعا، انت بتحاول ان انت تخلص والنابلي، بيتبقى امتحان العملي وهو السي بي اي. ده امتحان لازم بقى تكون اوير بالانستيزيا، بالجراحة، بالاكواين سيرجري. الناس اللي هي بتاخد الموضوع تعالى جس وشوف انيمال في مراحل ايه، في الاسترس او بريجننت في الشهر الكام، بتقعد تاخد السكشن هزار. ده يعني كيس من اهم الكيس اللي انت هتقابلها. الموضوع لا يحتمل اي هزار يا جماعة. السكشن او المحاضرة دي يعني دفعة لتغيير مستقبلك عموما. اللي هياخد الموضوع بهزار هيلاقي نفسه في الاخر محدوف في اي واحدة بيطرية او في اي صيدلية او في اي حاجة مش هتقدره. يبقى الموضوع يعني معدي، ناس مشغولة: يا دكتورة أخش برامج ولا أخش ده ولا أعمل دبلومة؟ الموضوع فيه حاجات كتير أجمل من كده وأكبر من كده. فاهمين؟ موضوع المعادلة عايزاكم يعني تتوسعوا قد ما تقدروا في الموضوع ده. طيب دلوقتي كمان من الحاجات الجميلة جداً ان الامتحان سي بي اي الاخير اللي هو العملي، في دول عوضته ان انت تخش. طبعا هو كان ممنوع لو انت عموما في امريكا او استراليا او كندا، قعدت تلف على الجامعات تقول لهم عايز ادرس، بالرغم ان انت مخلص بكالوريوس طب بيطري في مصر او في اي دولة عربية، وقلت لهم انا عايز ادرس طب بيطري هنا في الجامعة، هيقولوا لك معلش هو طريقك الوحيد علشان تبقى طبيب بيطري هنا ان انت تجتاز مراحل المعادلة. لكن قريب نزل من التحديثات الجميلة جدا جدا ان تستعوض امتحان العملي الاخير بامتحان بان انت تخش فاينل كلينيك يير، تخش السنة الاخيرة العملية في بره، تكمل دراستك كطبيب بيطري. الناس اللي حصلت على نجحت في امتحان البيزك والنافلي. طيب دي حاجة طبعا جميلة جدا ان انت درست هناك، خدت سنة مهمة زي دي وسط الطلبة. برضو اكيد السنة دي هتكلفك، وبرضو لازم ناخد نعرف ان السنة دي نخش ونقرأ عن الطالب وشغل الطالب والأحكام، لازم كل حاجة نبقى أوير بيها. أنت هتدفع مصاريف الدراسية، ودي برضو هناك مش شوية لو أنت اخترت إن أنت ما تكتسش امتحان العملي. هتدفع المصاريف الدراسية، هتتعامل كمواطن سواء أمريكي أو أسترالي، بينطبق عليه كل الشروط. مش هتنفع تشتغل فول تايم، بتشتغل أي، طبعا أي واحد، فكلنا يعني ناس بسيطة، فأنت محتاج للشغل، فهتشتغل بارت تايم جنب الدراسة. طبعا كل المراحل اللي أنا بقولها لكم دي بمجرد إن أنت بتتخرج أنت بتمشي فيها. بس هتقولي أنا هوقف حياتي وأمشي فيها؟ لا طبعا، ما فيش أي حد بيعمل كده. أنت بتشتغل من أول يوم في التخرج وبتتدرب من دلوقتي، سواء من سنة أولى أو أي شيء، هتتدرب وهتشتغل بجانب التسجيل في المعادلة. سجل في المعادلة وابتدي خطوة خطوة.
طبعا في جروبات زي الجروب اللي عامله دكتور محمد الشافعي، منصة ايفك، بيحاول يساعد فيه الطلبة، ما بيتكلمش إلا في الموضوع ده عموما. وقلنا المنصة التانية بتاع ERVET in Arabic برضو ما بيتكلموش إلا في المعادلة، معادلة خاصة بالأطباء البيطريين، هيساعدوك جدا جدا في كل خطوة. وموضوع كبير زي ده ما انصحكش، انت خلاص سمعت مثلا على التوتال، ما انصحكش ان انت تبص الموضوع كبير كده زي ما هو. يعني انت مثلا لما بتيجي مثلا تشطب شقتك، ما انت عارف مثلا ان الشقة دي هتستهلك مثلا سيراميك ودهان وعفش وكهرباء وغاز، ما انت عارف الحاجات دي. ولكن احنا بنسأل يا جماعة اول حاجة هعملها ايه؟ فبيقولوا لك والله مثلا ده الشقة المفروض يعني احسن حاجة ان انت تعمل سيراميك قبل الدهن، فتركز مع السيراميك. ده مثل بسيط خالص. فنفس الموضوع، انت عرفت دلوقت ان انا بسجل بعد ما اخلص البكالوريوس بتاعي وبدخل امتحان البيزك، يبقى بركز تماما على الجزء النظري. بعد ما انتهي منه بخش على المرحلة اللي بعد كده، لأن لو خدت الموضوع كله كده هتقول الموضوع صعب، أنا أقولك آه هو صعب. يعني أي حد هيختار طريق سهل، فالسهل كله بيمشي فيه، لكن الصعب ده طبعا مش بتاع أي حد. وبما إنك وصلت هنا ووصلت طب بيطري، فأنت إنسان شاطر وممتاز. هتقولي فيه مستحيل؟ يعني لا، في ناس كتير جدا اجتازوا، وناس كتير جدا عملوا المعادلة البيطرية سواء الأسترالية أو الكندية أو الأمريكية، يبقى موضوع مش مستحيل، يبقى أنت أهل ليه، صح ولا لا؟ موضوع مش بيحتاج آلاف آلاف الدولارات، لا، أنت محتاج في مصر مبدئيا 2000 دولار، وامتحان النفلي بعدها هتحتاج له 1400 دولار قبل سفرك. باقي 10,000 دولار هتكون انت سافرت هناك واشتغلت وبقى ليك دخلك، ما تفكرش فيهم. ولكن يبقى احنا قلنا في مصر محتاج 2000 3000 دولار يكونوا معاك، ومش مرة واحدة كمان. يبقى انا ما بصش للموضوع كده، ايه ده هيكلفنا 10,000 دولار، لا اقفل الموضوع ده مش بتاعي، ده احنا ناس على قدنا، كلنا على قدنا. ولكن اللي بيسأل كويس، وممكن واحد يبقى معاه 100,000 200,000 يقول لك والله انا اهم حاجة بقى عندي ان انا اشتري شقة اتجوز فيها. طب وبعد ما تتجوز فيها، بعد ما تشتري الشقة، في واحد يقول لك لا طبعا، ده تفكير يعني يا ريت نقرا كتاب الاب الغني والاب الفقير، يعني هيفيدنا جدا وعرفنا ازاي اتنين في نفس الظروف بنفس الامكانيات يختلفوا اختلاف كلي في حياتهم، وبالتالي ولادهم هيختلفوا تماما وعيشتهم هتختلف تماما. طب ازاي انا في قسم ادوية دكتور يوسف؟ طب ازاي انا في قسم دي بقى حاجه مهمه جدا. دكتور يوسف بيقول لنا انا في قسم ادويه، هعمل عمليه مثلا على قطط او كلاب في الاختبار العملي ازاي وانا بقرف منه؟ هنا يا دكتور الجزئيه اللي انا عايزه الفت نظركم ليها، انتوا عمالين تسالوا، يعني اللي خلاني اطلع البث ده الطلبه كتير عماله تسال انا في قسم ادويه، انا داخل تغذيه، انا بقرف من الحيوانات. طب وبعدين؟ الامتحان يا جماعة شامل قطط وكلاب، شامل اكواين، شامل لارج، هتسأل عن الطفيليات، هتخدر بنفسك، هتعمل عملية بنفسك، فلازم أنزل أتدرب يعني في الفيلد، سواء أنا أدوية مش أدوية. ما دي بقى يا دكتور احنا الصعب، أنا مش عايز أسمع كلمة بقرف بقى خلاص، احنا اتحطينا في مجال أنا عايز أبقى أحسن حد فيه، خلاص بقرف دي خلاص انتهت. وهل يا دكتور طب أنت كده سي كده، هل أنت ما بتقرفش من البني آدم؟ يعني معروف إن البني آدم ده أوحش جيفة،
يعني قلت لك تعالى يا دكتور والنبي اعمل لي عملية هنا مثلا مرارة، واعمل لي للكلب مثلا اي عملية. طب ايه الاختلاف اللي ما خلاكش تقرف هنا عن هنا، ان ده انسان وده كلب، او ده انسان ودي قطة؟ ما خلاص انت داخل المجال الطبي، فما فيش حاجة اسمها بقرف. انت هنا بتتعامل مع الدم، وهنا مع الدم، هنا مع التخدير، هنا مع التخدير، خلاص الخالق واحد وحشاء واحدة، والتكنيك واحد، وكل حاجة واحدة. لازم تنزل تشتغل في الفيلد ده، بالرغم ان انت دكتور أدوية، دكتور اي حاجة، دكتور تغذية، دكتور تحاليل، عايز تجتاز المعادلة، لازم تنزل تشتغل في الفيلد. دكتور أبانوب بيقول أنا أقدر أشتغل في مصر هنا بحيث إن أنا أعمل فلوس مبدئيا، وفي نفس الوقت أذاكر للمعادلة، هل ده ينفع أصلا ولا محتاج تفرغ؟ لا، مش محتاج تفرغ تام ما فيش حد يا دكتور بيتفرغ تفرغ تام للمعادلة، ما حصلش لا هنا ولا لما تسافر، عشان تبقى عارف. تشتغل ما فيش مشكلة، في ناس بتبدأ المعادلة بعد ال30، بعد ال35، بعد كمان ال40، ولكن افضل شيء ان انت تكون لسه المعلومات وفريش وقادر تجتاز الامتحانات بكل سهولة والمعلومات لسه معاك. لكن تقدر، انت مش تقدر، انت لازم تشتغل وانت ماشي في المعادلة. ما فيش حد يعني، انت فترة اجتيازك للمعادلة عموما لو انت شديت حيلك 4 5 سنين بتبقى حاصل على الترخيص مزاولة المهنة، لكن هي الحد الأقصى قلت تخلص معاك في 7 سنين. جينوم بيقول طب أنا مهتمة بمجال البحث العلمي والحيوانات وعلم الفيروسات والطفيليات، أعمل إيه عشان أعمل أعرف أدرسه في طب بيطري؟ البحث العلمي والجينات والفيروسات. والله يا دكتورة يبقى أنصحك إن أنت تتميزي في الكلية، تشد حيلك عشان يبقى مركز البحوث. لو انت يعني، احنا بنتكلم النهاردة على المعادلة، لكن لو عايزة تخرجنا من الموضوع يبقى مركز البحوث كويس جدا بالنسبة لك. لكن مركز البحوث قلت قبل كده في فيديو انا عاملاه عن الموضوع ده، خاصة انا بحطه لك في الديسكريبشن، بيشترط ان انت تكوني حاصلة على جيد جدا على الأقل. دكتور فيترينيريان بيقول في مصادر ومراجع بعينها أذاكر فيها للمعادلة، ولا أعتمد على داتا كلية وامتحانات السنين اللي فاتت والقنوات اللي حضرتك ذكرتيها؟ طبعا في داتا دكتور، في داتا يعني كل معادلة، كل بلد بتنصح بتمدك، مجرد إن أنت تخش على الكنديان مثلا أو الأمريكان بورد ويب سايت وتختار التخصص بتاعك، بيرشحوا لك بعض المراجع وبعض الكتب اللي هي هتقدر تساعدك. طيب يبقى احنا عرفنا النهاردة يا جماعة افضل حاجة ممكن اعملها في مستقبلي. البنات بقى اللي مثلا ايه مامتها بقى مدكنة بقى 200 ألف عشان تجيب لها الصيني بقى وطقم الحلل بقى في حاجات يا جماعة أهم من كده بكتير جدا جدا ممكن تجتازيها وممكن تحققيها. عايزاكوا تعلوا سقف طموحاتكم. الطب البيطري مهنة جميلة جدا جدا، ومحدش يقول المعادلة غالية، زي ما قلت لكم يعني دي أرخص حاجة ممكن توصلوا لها. يعني بيني وبينكم كده يعني محدش يقول الموضوع ده، أنت لو سافرت بمجرد حصولك على نجاحك في اختبار البيزك او النافلي، طبعا انت لسه بتاخد ترخيص مؤقت مش دائم، بيبقى السالري بتاعك بيتراوح من 40 ل 50 الف دولار في السنة. بحصولك على السي بي اي او ان انت خلاص بتاخد ترخيص مزاولة المهنة الدائم، انت بيصبح راتبك في حتة تانية خالص، بيتراوح من 80 ل 90 ألف دولار في السنة.
أظن يعني ما فيش أجمل من كده إن أنا أنهي بيه البث المباشر. طبعا مستقبل الطبيب البيطري بره حاجة ما فيش أجمل من كده. عيادات مجهزة، ناس بتحترمك جدا جدا وبتقدر الطبيب البيطري. أعتقد أنا كده رديت على كل أسئلتكم. كان معكم دكتورة أمنية الشامي، طبيبة بيطرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده دايما أقول سلام عليكم، جالنا سؤال. ماشي يا دكتور. أبانو بيقول المعادلة بتحتاج أنهي شهادة لغة إنجليزية يا دكتورة، والحد الأدنى في التقييم لامتحان إنجليزي بالنسبة للمعادلة بيبقى إيه؟ أبانو شوف يا دكتور، أنت ذكرت حتة مهمة جدا جدا. يعني من شروط، من الحاجة اللي أنتوا لازم تعدوا لها بقى من سنة أولى من دلوقت، وهي اختبار اللغة الإنجليزية. معظم الدول بتشترط اختبار الايلتس او التوفل. بالنسبه للسكور هحطه لكم في الديسكريبشن ان شاء الله. طبعا الامتحان ده مش سهل ان انت تاخده في اسبوعين او 3. ممكن على فكره يعني اقدم من غير ما يكون معايا اختبار الايلتس او التوفل. ازاي؟ ان انا اجيب اختبار، اجيب اختار من الكليه ان انا درست ال5 سنين باللغه الانجليزيه، او لو انا خريج لغات او كده. ولكن يعني في الاخر برضه هتصدم باوراق المطلوبه للهجره ان انا يكون معايا اختبار الايلتس او التويفل. يبقى لازم من الاول كده استعد باختبار الايلتس او التويفل، والسكور هسيبها لكم في الديسكريبشن ان شاء الله. ودي حاجة طبعا لازم تبتدي فيها من دلوقتي. ما تقوليش أولا أنت هتاخد الكيس هيستوري طبعا باللغة الإنجليزية، هتتعامل مع الناس عشان تجتاز الامتحان وعلشان تشتغل، فتعمل كل شيء عشان تقوي نفسك في اللغة. تعمل إيه بقى؟ دي شطارتك. مش عارفة بقى، اسمع أفلام أجنبي، اسمع أغاني أجنبي، خش خد كورسات مجانية، خش خد كورسات مدفوعة. الموضوع دلوقتي أصبح مش إنك إن أنت تنجح وخلاص، إن أنت فعلا تتكلم اللغة صح. أظن كده جاوبت على كل الأسئلة. ما ننساش يا جماعة نشترك في القناة، ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات فعل الجرس على الكل عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.